أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أعلنت الولايات المتحدة أمس رسميا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراهية للإرهاب، وأعلن ذلك وزير الخارجية مايك بومبيو وأيضا وزير الخزانة وغيره من المسؤولين الأمريكان. للوقوف على تفاصيل استفادة السودان اقتصاديا من هذا القرار، حنستضيف الدكتور صدقي كبلو الخبير الاقتصادي المعروف. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا دكتور في راديو دبنجا. طيب، كنا عايزين نعرف تأثير قرار الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تأثير الاقتصادي شنو؟ تأثير الاقتصادي بيعتمد على استعداد حكومة السودان. فحكومة السودان لو استعدت للقرار من الممكن القرار يكون مفيد جدا، لأن القرار هو يتيح للسودان استعادة علاقاته التجارية الدولية وعلاقاته المالية. فإذا كانت حكومة السودان مستعدة بحيث إنها تستعيد علاقاتها المالية الدولية، ده يعني لابد لها من إجراء إصلاح مصرفي عميق يوصل هذه المصارف بأن تتعامل مع المصارف العالمية، أن تعيد فتح توكيلاتها في المصارف الأخرى، وبالعكس فتح توكيلات المصارف الدولية في السودان. هذا يجعل التحاويل وانتقال المال بين السودان والعالم سهل، وبالتالي سيفيد التجارة والاستثمار. لكن البنوك السودانية تعاني من مشاكل، وبنك السودان والحكومة لم يبدأ حتى الآن في إصلاح المصارف السودانية. كان المؤتمر الاقتصادي قد اقترح أن تبدأ عملية الإصلاح بإجراءين. الإجراء الأول تنظيمي بأن تندمج بعض البنوك في بعضها البعض حتى تزيد رؤوس أمواله، خاصة أن كثير منها رؤوس أمواله تدهور بسبب تدهور قيمة الجنيه وزيادة التضخم، وأن تفتح هذه البنوك نافذة أخرى تتعامل ما نسميه ونحن بال مصارف التقليدية، تتعامل بسعر الفائدة، وهذا أيضا يفيد التعامل بين المصارف، يجذب المستثمرين، يزيد من عملية الاستثمار في مجال الإنتاج، لأن المستثمرين في مجال الإنتاج يتفادون الصيغة الإسلامية. الصيغة الإسلامية للمصارف معظمها تجارية ومعظمها ذات طبيعة تضارب ومضاربة، فهذه مشكلة. من الجانب الآخر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، استعادة أسواقنا في غرب أوروبا وأمريكا لكل السلع، تقريبا السلع مثل الحبوب الزيتية، الصمغ، القطن، وسوق جديد للذهب، لأنه أعظم بورصتين للذهب موجودات في دول غرب أوروبا، في لندن وفي سويسرا. فيعني استعادة هذه الأسواق يجب الاستفادة منه من الخبرة المتراكمة لشركات مثل الشركة السودانية للحبوب الزيتية، شركة الصمغ العربي، شركة الأقطان، والتي كانت لها وكلاء في هذه البلدان. أيضا الاستفادة تأتي من سهولة استيراد التكنولوجيا الآن، فنحن لن نستورد التكنولوجيا من مصدر ثالث، يعني لن نستورد التكنولوجيا مثلا من الهند أو من دولة الأمارات،
تكنولوجيا الطاقة الشمسية ممكن أن تأتينا من ألمانيا مباشرة، تكنولوجيا البرمجية ممكن تأتينا من الولايات المتحدة مباشرة، وهكذا إلى جانب المعدات التكنولوجية الحديثة في كافة الأشكال، سواء كان في جرارات الزراعة ولا الحاصبات في مصانع السكر أو مصانع النسيج أو في صناعة الطرق أو صناعة السكك الحديدية إلى آخر المسألة. هناك تكنولوجيا حديثة نحن متخلفين عنها 30 سنة ينبغي أن نحصلها، لكن كل ذلك لا يمكن بدون الإصلاح الداخلي والاستعداد الداخلي. طيب الاستعداد الثاني المطلوب في غير النظام المصرفي شنو؟ يعني مثلا شركة زي الحبوب الزيتية يجب أن تعود لعمل العلني تنافس في تجارة الحبوب الزيتية، شركة الصنغ العربي يجب إعادة تأهيلها وإدارة كفأة لها، كذلك بالنسبة لشركة الأقطان، خاصة إنه الشركتين الأخيرات الصنغ العربي والأقطان كان قد ضربهم بعض الفساد يحتاجوا لإصلاح. في الإصلاح المؤسسي يجب إصلاح وزارة التجارة بحيث يكون قسم التجارة الخارجية قسم تتم فيه كل المعاملات الخارجية، يعني توحيد النافذة للذين يريدون التصدير والذين يريدون الاستيراد، وأن تكون القوانين واللوائح في هذه المسألة واضحة لا لبس فيها، كذلك الإصلاح في النظام الجمركي بحيث لا تتأخر البضائع القادمة أو الخارجة من السودان في الجمارك، الإصلاح في المواني في السكك الحديدية للنقل وهكذا. فهناك إصلاح داخلي يجعل تعاملنا العالمي أسهل وزفائد لنا، لكن مجرد الإعلام في نفسه يرفع من قدراتنا التنافسية. طيب تأثير القرار على الديون وإعفاء السودان من الديون شنو؟ من بين تأثيرات القرار إنه الآن الدول الغربية تستطيع في إدارة صندوق النقد الدولي وفي إدارة البنك الدولي أن تتعامل مع السودان بدون محافظة بدون أي تحفظ، وبالتالي يمكن للسودان أن يصل لنادي باريس عشان يطلب تنفيذ شطب الديون أو جدولتها. هذا كان غير ممكن لأنه ما دام السودان مصنف كدولة بترعى الإرهاب كان القانون الأمريكي يجبر ممثلي الولايات المتحدة في الصندوق والبنك وأي مؤسسات أخرى أن تقف بأي مساعدات وتعاون مع السودان. الآن زال ذلك. طيب العملات الليلة شهدت انخفاض مقابل الجنيه السوداني، هل تعتقد التأثير ده ممكن يستمر لقدام بسبب القرار؟ يعتمد أيضا على ما تتخذه الحكومة من إجراءات. عموما أنا في رأيي الشخصي كاقتصادي أعتقد أن القيمة الحالية للجنيه السوداني قيمة غير حقيقية، يعني سعر الدولار الموجود ده مرتفع جدا وأن قيمة جنيهنا أعلى من ذلك لما نملك من إمكانيات حقيقية في الإنتاج، ليس ما يتحدث عنه عن الموارد المخزونة في باطن الأرض، الموارد التي تخرج الآن من باطن الأرض سواء كان الذهب ولا الزراعة كويس. ونحن الآن يعني تصور إنه نحن في وضع بننتج جزء من بترولنا، بننتج جزء من قمحنا، بننتج صادرات، إنتاجنا من الصادرات زاد هذا العام، يعني إنتاج الحبوب الزيتية زاد، فينبغي أن يكون هناك إمكانية. لكن إدارة النقد الأجنبي فيها خطأ، تهتم بالعرض وهنا أيضا لا تحكمه بشكل جيد في أنه كيف تأتي عائد الصادرات إلى خزينة بنك السودان،
وتتخذ إجراءات تساهلية بأن تترك هذه الحصيلة للبنوك التجارية للتصرف فيها، وهذا يعني تعويم للجنيه السوداني. في جانب الطلب أيضا نحن متساهلين، نحن كأننا نعيش في بلد ليس فيها أزمة، نستورد أي شيء، أي شيء قابل للاستيراد نستورده في السودان، ما نحتاجه وما يحتاجه الفقير وما يحتاجه الغني، وهذا غير صحيح. ينبغي أن تكون لدينا أولويات في الاستيراد، وخاصة نحن سنواجه قضايا السلام ونحتاج لمزيد من النقد الأجنبي، فيجب علينا أن نوفر بدل ما نشتري سلع كمالية هي لاستهلاك الأغنياء أو لاستعماله، وإيش نحسن من المستشفيات والتعليم في المناطق التي كانت بها حروب. هذه المناطق تزيد استهلاكها من البضائع، الآن تستهلك في المناطق الحضرية، يعني استهلاك الرقيق ما في أي شك حيزيد، استهلاك الوقود حيزيد، فكيف نلبي هذه الاحتياجات إذا أصرينا على استيراد النبق الإيراني والعنب والتفاح وكده والمعلبات وكده واللحوم الطازجة من الخارج، نحن مصدرين اللحوم. فهذه مسائل ينبغي أن نتخذ فيها قرارات حاسمة تنظر للاقتصاد الكلي نظرة مختلفة عن النظرة الكلاسيكية الجديدة التي تنظر لمظاهر الأزمة الاقتصادية ليس لأصول وكيفية معالجتها. في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الدكتور صدقي كبلو الخبير الاقتصادي المعروف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.